حول تحقيق يدعوت أحرنوت وحول أيضا التوقيت نفسه في نشر هذا التحقيق في يوم المرافعة الإسرائيلية. أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور. حياكم الله بمشاهدك الكرام. كيف تعلق على ما ورد في هذا التحقيق؟ حقيقة التحقيق يعني كشف جزء من الحقيقة وكانت معروفة لدى المتبعين يعني من أصل هنا، وليس أول مرة يتم الحديث في مثل هذا الأمور. هناك يعني تقارير واضحة في هذا الأمر نشرت سابقا يدعوت أحرنوت نفسها عندما تحدثت عن حركة طائرات الهليكوبتر التي قامت للتدخل في إطلاق الرصاص على المحتفلين في منطقة رعيم، وأنها لم تكن تميز ما بين المحتفلين وما بين المقاتلين. هذا جانب، وجانب آخر أن استعمال إجراء هانيبال، طبعا هذا الإجراء هانيبال هو إجراء يتخذه الاحتلال عندما يتم عملية خطف جندي بالعادة، لكن عندما يكون مدنيين هذا كان أمر مستغرب هذه المرة، أن الاحتلال يلجأ إلى عملية إجراء هانيبال في وقت أن تكون هناك مدنيين تحت في عملية خطف أو احتجاز كرهائن. هذا اعترفت به امرأة إسرائيلية في مقابلة لها مع القنوات الإسرائيلية، وقالت بصريح العبارة أن الذي كان هناك محتجزين إسرائيليين وكان هناك مقاتلين يحتجزونهم، وطلبوا المقاتلين من المرأة أن تتحدث مع الجيش وتقول أن هناك خاطفين يريدون أن يعودوا إلى غزة، وبالتالي أنهم سيقوم بإيصالهم إلى الطريق ثم يطلقون سراحهم، إلا أن الجيش الإسرائيلي استدعى الدبابة وقام بإطلاق قذائف الدبابات على البيت وقتل من فيه جميعا ما فيهم المقاتلين والمحتجزين. هذا طبعا يعني هذا إجراء واضح تماما في هذا الوقت، هو يعني إضافة نوعية وإضافة وضح بشكل واضح أن عملية الذين قتلوا في هذه الأحداث يجب أن يتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل واضح وبشكل صريح، حتى يعني الإدعاءات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين كانوا يتعمدون قتل المدنيين وأنهم جاءوا قتل المدنيين، هذه تصريحات لا معنى لها ولا يقيم لها وزن. يعني فالمقاتلين كان في أكثر من فيديو شوهد أنهم كانوا يحتفظون يعني يتعاملوا بأخلاقيات حسنة ودخلوا بيوت وخرجوا منها ولم يحتج حتى لم يأخذوا رهائن. يعني إنما كانت هناك في ظل عمليات المقاومين عملية تأمين الخطوط العودة والتحرك، كان هناك عمليات سيطرة على البيوت من أجل تأمين تحرك المقاومين، لكن في حدث بعض الأحيان أن بعض المقاومين حدث معهم إشكاليات في العودة، وبالتالي اضطروا إلى بعضهم استخدام يعني عملية الرهائن من أجل إيصالهم للطريق ثم يطلق الصلاح الرائع. لكن السجان الإسرائيلي في هذه المرة لم يعني في كثير من المرات أطلق الرصاص على الجميع، الرصاصات أو القذائف على الجميع وقضى على الجميع. طيب دكتور، هناك سؤال هام في الحقيقة، يعني أليس الإعلام العبري خاضعا للرقابة العسكرية فيما يسمح بالنشر؟ توقيت نشر هذا التحقيق في يوم مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ألا تجد في هذا الأمر غرابة؟ هو التقرير أصلا في شبيه له نشر بالأدلة وفيديوهات، يعني لم يأتي جديد يعني هذا الفيديو أنا أو هذا التقرير، يعني هو تقرير في نوع يعني لم يأتي يعني قرأنا هذا الأمر، وهناك شهادات إسرائيلية يعني بدون لا تحتاج تقرير هذا التقرير هي نشر الآن، لكن هذا يؤكد المؤكد يعني هذا جانب. لكن جانب الآخر البحث في خلفيات، ربما يكون في هناك خلفيات، ربما هناك ما نشهد من أزمة وصراع موجود في داخل المؤسسة العسكرية وأعطت الضوء الأخضر، قد يكون من قبل يعني في هذا الموضوع أنها أعطت الضوء الأخضر لنشر مثل هذه التقارير لتظهر، وأنا صراع ما بين أعضاء في الحكومة وما بين الجيش، قد الجيش ونحن نعلم أن هناك إشكاليات حدثت وجرت عمليات إهانة لقائد الأركان واستفزاز، وقالوا يا استفزاز له وإهانة، واستخدم الصراع مع الجيش في أدوات في إدارة الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل. لذلك هذه العملية هي جزء من عملية يعني
ما يسمى عملية إنقاذ الذات التي يقوم بها نتنياهو على حساب المؤسسات الدولة. هو مستعد أن يحرق الدولة ويحرق الجيش ويحمل المسؤولية، المهم أن ينجو سياسيا وأن لا يتحمل ما حدث من كوارث. وبالتالي هذا التسريب قد يكون جزء منه متفق يعني بضوء أخضر من نتنياهو ومن زمرته من أجل يعني الضغط على مؤسسة الجيش وإحراجها. شكرا جزيلا لك دكتور مأمون أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب.